أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم تسود أجواء غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة وتعطل زخات من الأمطار تشمل العاصمة الرياض. التوقعات الجوية نهار اليوم للعاصمة الرياض: تسود أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار تكون فرصتها الأفضل خلال ساعات ما بعد العصر وساعات الليل الأولى، 24 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 23 حوالي 65%، والريح تكون شمالية غربية ناشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم: نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء غير مستقرة وباردة، سكاكا زخات من الأمطار 11 إلى 5، تبوك أيضا زخات من الأمطار 15 إلى 5، وعرعر 10 إلى 6 مع زخات من الأمطار. بالنسبة للمنطقة الغربية المدينة المنورة، رياح نشطة وتربة مثارة 23 إلى 13، جدة 25 إلى 20، مكة المكرمة 27 إلى 16، والطائف 22 إلى 9 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أحوال جوية غير مستقرة في الباحة، زخات رعدية من الأمطار 14 إلى 12، جازان أيضا زخات رعدية من الأمطار 29 إلى 26، وأبها 20 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام زخات من الأمطار 23 إلى 17، حفر باطن 17 إلى 8، والإحساء 22 إلى 15 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض، زخات من الأمطار 24 إلى 17، بريدة 22 إلى 11، وحائل 18 إلى 5 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.